نعم، إنه اليوم الثالث. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من ستراند الديب. الحلقة الثانية كانت مفعمة بالحيوية والنشاط، وإن شاء الله راح تكون الحلقة الثالثة برضو فيها الحركة. طبعا شكرا على دعمكم ولايكاتكم وكومنتاتكم وأراءكم واستفساراتكم وجميع اقتراحاتكم ونصايحكم. الدي 3 أو اليوم الثالث، طبعا أنا في نهاية الحلقة الأخيرة قلت أني أول ما أبدأ اليوم الساعة 7، يا سلام اللي حياته منظمة، تحس راح أشل السبير هذا تشوفونه وعلى طول يا حبيبي على البحر باتجاه هذه السفينة. والله أني يعني من أول ما بديت اللعبة، أيوة من أول ما بديت اللعبة ودي إيش أسبح وأشوف وأستكشف. فإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة كذا بحرية نستكشف، مدري ما يلفى. أوف دقيقة يا حبيبي، ما حد يستكشف ومعه 20,000 شغلة بدايتها. ما أتوقع أني أحتاج الفاس في البحر، فعلى العموم معي لأن ما أعرف صراحة إيش الأدوات اللي ممكن تفيدني، فخلونا نشوف وش في السفينة هذيك ونشوف لنا سمكة كذا في الطريق. هذا وش هو هذا يا أخي؟ الله يستر من الشغلات السامة، والله يا شباب أني متخوف. غير كذا يقولك فيه انتبه من أسماك القرش، و يعني ما لها داعي كذا تنتهي السلسلة بسبب سمكة قرش. يا حبيبي أطلع. إيش هذا؟ بولي بولز. أوكي في شيء في الطابق الأول، هنا في باب، في شيء. أي والله فيه تاب. ايش هذا؟ فيهكل مدري ايش، فلتر، بعدين نشوفه يا ابو شيل. اوكي شليته، ما في اي شيء ثاني. النفس 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 النفس. اوكي طيب، اي طابق ثاني يا حبيبي؟ اي والله فيه فيه في طابق ثاني، تعال شليته، مدري وش فيه له، بعدين نشوفه. كونتينر فاضي يعني، الله العالم. وين رميته؟ لا 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 لا، تكفى تكفى، لا تقول لي قلش يا اخي، رميته عشان استكشف فيه. تكفى يا اخوي تكفى. اوه اوه يا اخي، والله كذا غلط يا شباب، اقسم بالله كذا غلط. كيف قلش الكونتينر؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. هذا هذا هذا، خلاص لا تبكي علينا. بيموت اللاعب. اوكي طيب، في سفينة ثانية ولا شيء؟ السفن الثانية هناك. بس يا شباب الوضع والله ما يطمن. شفتوا شو اسمه قبل شوي ذا جالس؟ هلا طيب، سمكة صغيرة كذا في الطريق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اله الا الله. الله يخرب بيتك، كيف نكنسل؟ خلاص كنسل. كيف الافكت؟ الماي افكتات اي شيء؟ ستاتس افكت. الله يخرب بيتك، ما تتم تدور حواليني كذا. بالله يا اخي نحاش نحاش نحاش، الله يخرب بيته نحاش. حاش لأبو البحر، على أبو البحر، أنت إيش تسوي هنا؟ تعال، هذا اللي نقدر عليه، هذا اللي نقدر عليه. بروح بقرب من هناك وبأنزل، ليش هذا المسافة كلها؟ إيش هذا؟ والله على بالي حق القرش. لا حول ولا قوة، قلنا بنصطاد لنا سمكة. دقيقة خلنا نحط الكونتينر هنا ونرجع للأغراض هذه. تقريبا انه كونتينر فاضي. لا والله في انه اوه فلير وما فلير وسوالف طيبه، تورش عشان اشوف الليت في الليل، اشوف الليت اونه. جميل جدا جميل جدا. ايوه يا شيخ، ارفع المدري ايش في الايديتنج وارفع هذا. طيب هذا عشانه، طبعا لاعبي عطشان جدا. خلنا نروح اول شيء نشربه عشان لا تكون في افكتات ونستكشف افكتات ما لها داعي. ايت ودرينك ويت ودرينك مره ثانيه ويت ودرينك مره ثالثه. اوكي زاد عندي نص، كويس والله. خلنا
نضبط هذا، نشلنا شوية من ال مدري أربعة أتوقع أقدر أحط. hold E to add. أوكي خلاص كذا أتوقع. أتوقع ممكن أحط من هذا الفايبر ليف أو اليوكا بلانت، أي شيء أقدر أحطه هنا يقطر عليه الماي. طيب موضوع الأكل بأجله، ودي أصيد في الضوء قبل يجي الليل. الحين الساعة 10:30، يا أخي الوقت جدا سريع يا أخوان، أقسم بالله تحس نفسك سبيد رن كذا، كل شيء سريع. طيب السبير معي، هذا أرميه الحين هنا يمكن أحصل لي رزق. أوه كلوث هنا، حلو. طيب نقول بسم الله نروح القريب أول شيء. مدري هذا في شيء سام كذا، في أسماك سامة كثير على حسب علمي، فما ودي أشل كل شيء. أطلع يا قلبي أطلع، أطلع بسرعة ما لها داعي كذا. أوكي فيه طابق تحت، في كونتينر شيل بعدين شيك، ما في أي شيء، بسرعة أنزل تحت. إيش هذا التاب؟ وود كونتينر، يا سلام، معناه ما يبين. هل يمديني أدخل هناك بسرعة؟ ما يمديني. من وين دخلت أنا؟ تكفى تكفى، لا نحشر هنا، ناخذ نفس، يا سلام، رجع الكونتينر. في سلحفاة كأني شفتها. طيب نقول بسم الله مرة ثانية، ما يمدينا ندخل هنا للأسف. كونتينر ثالث يا سلام، وكونتينر رابع يا سلام. أتوقع كذا خلاص السفينة خلصت كونتينرات. جميل والله يا حبيبي، يطلع يا سلام يا سلام. طيب نشوف اللي بعدها، عندي مساحة والله أخذ الأغراض مرة واحدة، بس يا الله إنه ما في أي. أيوة وين السمكة اللي قبل شوي؟ أنا جيت أصيد أصلا، معقول ما يصيد بالش اسمه سادنس؟ إيش سادني فش ساردن فش. اطلع بس اطلع، خلنا نشوف الارزاق اللي هنا. هذا نفس hold E to open، النفس، الكونتينر سريع. اوه كلود حلو، اوكي ما في غير الكلود. وفي شيء ثاني هنا، يا سلام ايش الشغلات الحلوه هذه. شيل شيل شيل، مطرقه، حلو جميل جميل جدا. هذا اللوت، هذه الحلقه ولا بلاش، بس موضوع الاكل ابالي سمكه في الطريق وانا راجع. لا اله الا الله، اوه الماي بيتعبى عندي بسرعه، ما ادري موضوع الرياح الحين ياثر عليه في البحر. يا اخي تعالي يا اخي، تكفى يا اخي، سمكه على الطريق كذا. اتوقع وانا على الشاطئ ممكن اصيد لي سمكه، ما شفت كذا الاسماك الكبيره اللي عليها الكلام صراحه، يا اني حس لاعبي ثقيل كذا من كثر اللوت اللي معي. الكونتينر هذا خلنا، ما ادري والله الكونتينرات هذه اجمعها في النص كذا. طيب رسم فوق بعض، حلو اتوقع نقدر نرسم فوق بعض. ثلاثة بس يرتصون فوق بعض. الحين نرجع للكراب هذا، طبعا اللوت اللي جمعته هذا كله راح احطه هنا. هو عندي حلو والله، عندي الليذل وشويه شغلات طيبه والريفايند هامر. هذا الريفايند هامر طالبها مني اتوقع، ايه كرافت هامر، بس خلاص خلينا نطبخ هذا على السريع. وين انا شاب الضوء؟ لسه مش شابه. خلينا نسوي كرافت للنار هذه، وانا الحطب بعيد، احس اني شتت نفسي كذا كثير، المفروض الكام بيكون قريب، بس يلا ما عليه. شوف بالضوء،
سريع الحين المطر هل يأثر يطفي النار؟ ما أتوقع. طيب الحين جيب الأكلة هذه، كان مفروض أني أقصها بسرعة قبل لا أولع النار لأنه لها وقت قريبا. هول إي تو سكن، نقصقص فيه. اوكي طلعنا اللحمة، الحين نطبخها. حلو علقناها، يا سلام خلها تنطبخ، نضبط الأكل. والحين نروح نشرب على بال ما تنطبخ. دقيقة هل يمديني الصاد هذا؟ والله ما ودي الرمح يطير علي. والله تعبى فل بسرعة. يا سلام يا سلام يا سلام، يا ريتني بس لو اصطاد لي سمكة كذا سريع. لا 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 لا، ايش السالفة؟ لفكت من ايش؟ من ايش؟ الكراب هذا، الله يخرب بيتك. تعال تعال زابن في ال... عشان كذا الواحد مفروض ما يسبح بالليل. كنسل الفكرة يا بوي. هذا انطبخ ولا لسه؟ لسه ما انطبخ، بس ما بيعبي الا شيء بسيط. خلينا ناكلنا واحد من هذا. خلينا نضبط الشغلات هذه. تقريبا يطلع صوتي متعبى. ايه والله لوت كويس يا اخوان اللي طلعت فيه. ايش سالفة اليوم الثاني انا ولا ايش؟ والله شكلها اليوم الثاني. عندي احد الشغلات اللي هو فيها كل الكتريستي بارت، ما ادري وش بحتاج الموتر هذا الكهرباء. الشغلات المعدات هذه بحطها انا، هذا بخليه معي، نحتاجه ولا اذا احتاجه. خلنا نكسر هذا ناكلهم. شوف الاكل حاليا عندي اثنين. اول شيء بناكل هذه، اكيد انطبخت عبالي حبه تقريبا. هذا حبتين يا اخي، ما ادري ليش احس الفرصه المناسبه جدا اني اروح معي اللي اكلني. يعني معي شويه اكل، بس احس موضوع مغامره شوي، ما اعرف كم الرحله بتاخذ. خلينا نشوف ايش الشغلات اللي معي. ما ودي صراحه استعجل، وفي نفس الوقت ما ودي اتاخر. ايش هذا؟ فيكل انجل انجن بارت. هذه شغلات يا اخوان الظاهر على حسب ما فهمت ان تختيم القصه انك تصنع طياره. هذا فاضي. اوكي خلنا نحط فيه. دقيقه خلنا نشوف ايش عندنا هنا. نفس الشيء فيكل بارت. خلنا ناخذ هذا دك تيب والالفاس. انا ودي افضيهم الامور هذه كلها، لأن على قول هنتر يقول لي هذا عامله كأنه بيتك. فالمعدات هذه كلها سباي جلاس، خلنا نستخدمه. يمدينا نزوم؟ معقوله ما يمدينا نزوم؟ ايوه يا سلام، يمديك تشوف المصادر تقريبا اللي في كل جزيره. والله النخل هذا، هذا مش نخل، هذا هذاك نخل، بس هذا شجر غريب. وهناك ايش؟ هناك في سفن بنحصل لوت كويس او معدات. خلنا نحط هذا الاثنين عند الماي. ايوه شوف، لازم نزيد فايبر. السعف هذا لازم بداية كل يوم يكون روتيني اني اضيف السعف هذا، حتى اني ما اتاخر بالماي، يكون عندي الماي كافي دائما. كشاف هذا ودي اجربه بعد شوي في الليل.
أو التورش. خلنا نحط هذا مع الخشب، قسم الخشب، وهذا خلنا ناكله. المعدات الكهربائية هنا، الفلير جن اللي ما أدري وش وضعه أو وش فايدته، نحطه هنا. الليذل وهذه الشغلات أحس أنها مهمة، فبخليها حاليا معي. الأكل وما أكل والسوالف هذه بخليها هنا قريب الكامب. السباي جلاس مفروض أنه يكون معي بعد. الخشاب هذه دقيقة، وين التورش؟ يا سلام، هل يمديني أخذ أغراض معي؟ والله جميل جدا، بس هل تنتهي بطاريته ولا إيش الوضع؟ ممتاز جدا. وين الخشاب؟ قسم الخشاب هذا. فيشنج سبير، هذا اللي أصطاد فيه السمك. يلا الصباح اليوم الثاني بإذن الله أني أصطاد لي سمكة. ولكن الحين موضوع الكرافت هامر، خلنا نشوف وضعه. إن شاء الله أنه فيه وقت كافي قبل لا يجي أو يطير عليه وقت النوم. الهامر الهامر الهامر، وين الهامر؟ هذا كرود هامر، يحتاج واحد وود ستيك واثنين حجر. بسيطة، واحد وود ستيك واثنين حجر. هذا نفس الوصفات كذا جاهزة عندي، بحيث اني اقدر اسوي كرود هامر. طيب ما عندي مساحة. اوكي، كرافت وود فاونديشن. وود فاونديشن عاد هذه، وانا اشوف لك اياها الساعة كم. الساعة قربت للثمان. وود فاونديشن يتطلب 4 من الستيك، جدا بسيط وسهل. بس وش اقدر اصنع منه؟ 1 2 3 4. خلنا نحطه هنا. وود فاونديشن، وود فاونديشن، وش له؟ ان شاء الله اني ما اكون اخطأت في مكانه. Hit the foundation with hammer to construction it. اوكي، يا سلام على الانيميشن، ينبني على شويش. طيب وش المغزى منه هذا؟ ما ودي اتاخر عن النوم. Wood foundation، خلاص انتهينا منه. بعدين اسبح فيه ولا كيف؟ ما ادري هل بيكون قاعدة الفاونديشن مثلا تنبني غرفة فوقه ولا شيء. تقريبا والله هذا اللي فهمته، لانه من ضمن البيلدينج. المشكله انا والله ما عندي خلفيه على اللعبه يا اخوان. الا شوف، في شغلات تفاصيل، تبني البيت وابواب ودرج، طابق الاول طابق الثاني. لا واضح السالفه مطوله يا شباب. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم، لا تنسوني بلايك، واشكر منتسبين القناه هنتر ومشاري وسامراي 7 اب ودروف دحي ومهاب ومحمد العنزي ويو تي ار تي 5. اشكركم جميعا، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.